عايز اسالك على 2 لعيبه بالاخص، يعني علي معلول وامام عاشور، تقييمك ليهم النهارده؟ علي معلول النهارده يمكن عاد جزء كبير من مستواه، يمكن النهارده افضل مباراه ليه من حوالي 6 7 مباريات، كان ماشي بشكل كويس النهارده، ركز حتى في النواحي الدفاعيه بشكل كويس. امام لا مش احسن حاجه، خليني صريح معاك، انا لو اتكلمت رغم احرازه للهدف، ايه رغم احرازه للهدف، رغم احرازه للهدف، انت بتتكلم على مجمل الاداء ما بتتكلمش على هدف، انت بتتكلم دلوقتي على مجمل الاداء. لما تيجي تتكلم على مجمل الاداء يعني مش هقول ان امام كان وحش، لكن اقل من اللعيبه اللي كانت موجوده داخل الملعب، هو وحسين الشحات، رغم ان ده جاب هدف وده جاب هدف، والناس ممكن تستغرب على كلامي، لكن انا بتكلم على مجمل الاداء. لازم تعرف حاجه، انا مش بحاسب اللعيب على الهدف، لكن لما تيجي تحط نسبه، انا بالنسبه لي حتى لو وحش وجاب هدف فهو بالنسبه لي ناجح، في فرق بين الاثنين، هو بالنسبه لي ناجح، لكن مش هو اداء امام عاشور ولا هو اداء حسين الشحات. فلما تيجي تتكلم على الاثنين، هما النتيجه مع الهدفين، يعني مع ده جاب هدف وده جاب هدف، ممكن الامور يعني تبقى بالبلدي كده متغطيه، لكن لو لا قدر الله لو كان حصل نتيجه غير كده كان الناس هتتكلم على اداء امام عاشور وحسين الشحات النهارده. كابتن احمد، تتفق مع كلام كابتن وائل في الجزئيه دي؟ امام عاشور برضه ادينا تقييمك برضه لعلي معلول. بص يا كابتن، انا لحد وقتنا هذا يعني زي ما قلت لحضرتك، امام بيأدي 50-60% من مستوى امام عاشور، وده بيدي افضليه، وده بيدي افضليه. انا بشوف النهارده مباراته بليفل في اعلى مستوى، اعلى مستويات امام عاشور، هو بيلعب 50-60% من مستواه. المكسب مدي اريحيه بشكل كبير ان احنا نقول ان هو ادى كويس، لكن في مباريات ثانيه مش هتستحمل ادائك وانت كده. اعتقد ان المكسب او طريقه اللعب هي اللي غطت على ممكن، او نتيجه المباراه غطت على بعض التقصير في نواحي مثلا هجوميه بالنسبه لحسين الشحات او امام عاشور او سواء علي معلول. لان يعني زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، دايما طريقه اللعب هي بتضيف لمستويات اللعيبه، لكن في احسن لامام؟ لا، في احسن بشكل كبير. كواليتي امام ونوعيه امام مش موجوده في مصر كتير، وهو لازم يفهم كده، مهم جدا لامام عقليته تفهم كده كويس. ممكن إن الهدف اللي احرزه النهارده ممكن يخرجه بره الضغوط اللي موجوده في حته انتقاله من نادي الزمالك للاهلي، او اعتقد الاجواء اللي موجوده ديت خلاص، يعني بيعلن عن نفسه. اعتقد ان بيديله ثقه بنسبه كبيره، يعني بنسبه كبيره ان هو يرجع امام لما قبل الفتره الاخيره، ان هو اول ما جه النادي الاهلي ان هو صفقه قويه، ولسه وما زال ان هو صفقه قويه. لازم يوصل لامام ان الجماهير عندها فيه ثقه بشكل كبير جدا. مهم جدا على عقليه امام، مهم جدا ان هي تنصهر داخل اوضه لبس النادي الاهلي، ده هيفرق معاه، هيفرق مع شخصيته، هيفرق مع ادائه داخل الملعب، هيلاقي دعم كبير جدا اعلاميا وجماهيريا ورا امام. لان زي ما قلت لحضرتك كابتن ابراهيم، نوعيه كواليتي امام مش موجود كتير في مصر، فحرام ان انت تخسره. اعتقد ان النهارده بدايه كويسه لامام من بعد الفتره الاخيره، هدف هيديله ثقه بشكل كبير جدا. نوعيه حسين الشحات ممكن يغيب بفترات كبيره جدا، لكن بيعمل لك فارق. انا مع اي طرف على طرف الملعب، هو بيلعب لعب جماعي مهم جدا، بيلعب اللعب الجماعي بيظهر بشكل كويس، مهم جدا يا حسين. وفي بعض الاوقات زي ما حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، هو انا عايز العب، انا عايز اجيب، انا اللي احرز الهدف. لكن النهارده حته انكار الذات، او ان انت بتتعامل في المنطقه دي، ان انت بتلعب الكره دي متمرس عليها بشكل كبير، وقدرت النهارده تستغلها. لكن على مستوى اداء حسين الشحات هو مش احسن حاجه، حسين عنده اكتر من كده، امام عنده اكتر من كده بكتير، حتى للنواحي الشخصيه اللي عندك انت، ان انت بتضيف للفرقه، بتعمل حاجات، ان انت بتكمل تعمل زياده عدديه، فارق مع فرقتك، بتقدر تنقل الفرقه في اقل عدد من الباصات. اعتقد ان حسين عنده اكتر من كده، اعتقد ان امام عنده اكتر من كده. شايف الضغوط ممكن تكون الفتره اللي فاتت هي اللي ممكن اثرت على شكل النادي الاهلي رغم الفوز؟ اكيد الضغوط، لكن ده وضع طبيعي، وضع طبيعي للعيبه النادي الاهلي، انت دايما محطوط تحت ضغط، حتى وانت بتلعب مباراه مع احترامي في دوره رمضانيه، انت في لعيب في النادي الاهلي دايما محطوط تحت ضغط، مهم جدا مطالب بالمكسب، مهم جدا مطالب بتحقيق البطوله، ودي الضريبه اللي بيدفعها اللاعب داخل النادي الاهلي،
ان انت دايما انت محطوط تحت ضغوط، سواء انت ماشي في الشارع، سواء ان انت وانت في مباريات كبيره في مباريات صغيره، في كيفيه تعاملك مع الجماهير. ودي كان اللي اعتابي فيها الاكبر على كيفيه تعامل صلاح محسن مع موقفه، ان انت العقليه مهم جدا، اهم من مستواك الفني والبدني، عقليتك وكيفيه تعاملك داخل النادي الاهلي او داخل اوضه لبس النادي الاهلي. فاتمنى ان اللعيبه يكون عندها العقليه اللي تعرف تتعامل بيها داخل النادي الاهلي. هقول لك بس الدليل على كلامي في حته امام وحسين الشحات، لما تيجي تبص الشوط الاولاني كانت الناحيه اليمين هي الاخطر بتاعت بيرستا ومحمد هاني، صح؟ مين الثالث بتاعهم؟ امام عاشور. كنت بتشوفه الشوط الاولاني؟ لا، ما كانش متواجد، ما كانش متواجد كتير، لا كان متواجد داخل البوكس عشان يحل لبيرستا، هو كان بيميل ناحيه حسين ولا محمد هاني. لا هو اصلا 8 يمين، لا هو كان بيميل ناحيه حسين شويه. لا انا بتكلم، هو كان بيروح 10 شويه، انا بتكلم نص الملعب كان هو 8 يمين، حتى لو 10 فهو حلقه الوصل برضه بين الاثنين دول. لان حتى خد بالك امام هو مميز في الحته اللي هي اللي بيروح الحته دي عشان يخش جوه عشان يشوف. اقول لك طيب، ما انا بقول لك تلاقي كده، عارف عندنا احنا في اللعيبه انت عارف يعني، بتلاقي نفسك مايل. ماشي انا فاهم، بس هو اصلا 8 يمين. طب لو قلنا 10 هو برضه اللي بيكمل داخل بوكس عشان يحل محمد هاني وبيتستاو، وهو ده اللي انا قلت لك انه كان محمد هاني وبيستاو بيتاخر في الحته دي عشان كانت التكمله كانت متاخره شويه. تمام، ده بالنسبه لامام عاشور. طب بالنسبه لحسين الشحات، ما احنا قلنا الجبهه اليمين هي اللي كانت شغاله اكتر من الشمال، فكان حسين الشحات اصلا ما كانش موجود بشكل جيد. ممكن الشوط الثاني اتحسن شويه، لكن انا ما بحسبش على 20 دقيقه ولا 22 دقيقه، انا بحسب على المجمل. عشان كده قلت لما كلمتني على امام وحسين قلت لك هم مش سيئين، لكن مش هم زي بقيه اللعيبه. فالهدفين غطى على الحته دي، عشان بس الناس لما تسمع وجهه نظرنا، مش ان انا بقول كده وخلاص، لا انا بتفرج على الماتش كويس، متابعه كويس قوي، اعرف احلله كويس قوي. عشان كده بقول لك امام وحسين مش هم افضل مستوياتهم، لكن لما تيجي تقول لي ان ده احرز هدف وده احرز هدف، فبالنسبه لي نجاح كبير، لان كره اهداف، وانت معنى انك انت جبت هدف وهدف، فده شيء جيد يحسب له.